السلام عليكم سكند وان، هنحل مع بعض دلوقتي الكويز اللي احنا عملناه على شابتر 1. طبعا الشابتر اللي هو بيتكلم عن الميجرمنت وعن الايرور. فنمبر 1 بيقول لي by using the opposite table which of the following equations may be correct. هو مديك داتا عندك، يعني قايل لك ان الفورس ام ال تي نيجاتيف 2 والفيلوستي ام 0. طبعا ام 0 معناها ان مفيش ام اصلا، ال تي نيجاتيف 1 knowing that ام ماس اور radius. طيب طبعا احنا في الحاله دي انت لازم تجرب كل الاحتمالات اللي عندك. انت عندك الاف اصلا، ليه اف؟ يعني لو جبنا ايه الليفت هاند سايد، ليفت هاند سايد الناحيه الليفت اللي هي الاف دي بكام؟ دي بام ال تي نيجاتيف 2. يبقى انت لازم تجرب عشان يطلع حاجه من دول ام ال تي نيجاتيف 2. طب لو جربنا ام في ار، ام في بار 2 ار، ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده جرب ام في بار 2 ار، الام ام زي ما هي والفي الفي قايل ان هي ال تي نيجاتيف 1، كنسل الام دي، هيبقى ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2، لان هنا ال الفي باور 2 والار ال، هيبقى عندك ال باور 2 ال، يعني ام ال باور 3 وتي باور نيجاتيف 2. هل دي هي الليفت هاند عندك، ليفت هاند سايد؟ لا مش هي، يبقى ايه ما تنفعش. طيب بي بيقول لك الاف ايكوال ار اوفر ام في باور 2. طب نجرب كده الام في باور 2، الار ال والام ام في باور 2 يعني ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. طبعا ال نطيرها مع ال، هيبقى لك ايه تحت كده كله تحت ام ال تي باور نيجاتيف 2، هيخرج كله من تحت هيبقى ام نيجاتيف 1 ال نيجاتيف 1 تي باور 2. هل ده هو ده؟ لا، يبقى كمان ايه دي ما تنفعش. طب نجرب سي، ام في اوفر ار، ام في اوفر ار. طيب نجرب الام اللي هي ام والفي ال تي نيجاتيف 1 والار ال، طير ال مع ال هيبقى لك ام تي نيجاتيف 1. هل هي دي؟ برضو لا. طبعا كده ما بقالناش غير الايه، غير الدي، وهي اللي هتطلع صح. جرب كده في ار باور 2 على ار، وهنا في ام، الام هتبقى ام والفي باور 2 ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2 والار ال، طير ال مع ال هيبقى لك ام ال تي باور نيجاتيف 2. طبعا دي هي اللي صح. طيب هتقعد بقى، وانا هفضل اجرب كل الكلام بقى. ايوه حضرتك لازم تجرب كل الحاجات دي لحد ما توصل للايه، للرول اللي هي عندي هتبقى صح. نمبر 2، if x equal to 150 ملي سكند، ملي سكند، وال y 1500 مايكرو سكند، then the value of x plus y. طبعا كل التشويس عندك سكند، وطبعا احنا اتفقنا ما ينفعش اجمع يونتس مختلفين، لازم يبقى كلهم نفس اليونت. يبقى انا اعمل ايه؟ احولهم كلهم لسكند. طيب ملي سكند، الملي اللي هو 10 بار نيجاتيف ايه 3، يبقى عندك الاكس ايكوال 250 باي 10 بار نيجاتيف 3. دي عندي مين؟ دي عندي الام، سوري الاكس. طب والواي؟ طبعا هنا بالسكند. المايكرو يعني 10 بار نيجاتيف ايه 6، يبقى الواي 1500 باي 10 بار نيجاتيف 6 سكند. كده عندي ينفع ايه؟ ينفع اجمعهم على بعض؟ اه كده اعمل اديشن عادي، هقول 250 باي 10 بار نيجاتيف 3 بلس اوبن براكت 1500 باي 10 بار نيجاتيف 6 اوبن ذا براكت. هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي تاني كده 250 باي 10 بار نيجاتيف 3. كده دي عندي ايه؟ دي عندي الملي بقت سكن بلس اوبن براكت المايكرو يعني 1500 باي 10 بار نيجاتيف 6، هيطلع لي الكلام ده 0.2515 يعني ايه. يبقى كده نختار ايه. طبعا بصوا المشكله دايما في ادخال الداتا اللي عندي على الكالكليتر، احنا لازم ندخل صح، يعني شوفوا انتوا اي غلطه على الكالكليتر خلاص الدنيا باظت معانا. نمبر 3، the length of rectangle was measured to be طبعا was measured to be، يبقى دي الايه الميجرد فاليو عندي 6 بلس اور ماينس 0.01 سنتيمتر. دي عندي دي الريل ودي الايه البلس ودي الدلتا. طبعا احنا عندنا ايه؟ اي براكت هيبقى ده الاكس نود وده الدلتا اكس. اوكي دي مين؟ ده لللينس. طيب اند اتس ويدز واز ميجرد تو بي، طب واللينس ايه؟ اللي هو سوري الويدز. طبعا هنا عندي ده الويدز ايكوال ده الويدز نود اللي هو الريل وده الايه؟ وده الدلتا الويدز بتاعتي. ذن ذا برسنتج اوف ايرور ان ميجرنج بريمتر، طب البريمتر بتاع الريكتانجل ايه؟ 2 ال بلس 2 دبليو، يعني ايه؟ يعني اللينس باي 2 بلس الويدز ايه باي 2. ما انا عندي ريكتانجل
ال ال دبليو دبليو، فانت بتجمع كله يبقى 2 ال بلس ايه 2 دبليو، يعني ال بلس ال بلس دبليو بلس دبليو اللي هو الويدث يعني. طب احنا مدينا ال بكام؟ مدينا ال 6 بلس اور ماينس 0.01، والدبليو اللي هو الويدث بكام؟ طبعا ممكن تسميها اكس واي، مش لازم ال ودبليو يعني، 4 بلس اور ماينس 0.01 سنتيمتر، الاثنين بالسنتيمتر هشتغل عادي. طيب هو عايز البرسنتج اوف ايرور، مش احنا هنا البروسيس قدامك بلس، واحنا قلنا في البلس والماينس بنجمع الدلتات، بنجمع الابسوليوت ايرور، يعني انا هنا الابسوليوت ايرور اللي هو ده موجود اوريدي، يبقى الابسوليوت ايرور بتاع البريمتر كله اللي هي دلتا اكس بتاعت كله هتبقى ال ال مرتين 0.01 بلس 0.01، والويدز مرتين 0.01 بلس 0.01، لان انا عندي الويدز مرتين وال ال مرتين، واحنا دي عمليه دي بروسيس ايه بلس، واحنا قلنا في البلس والماينس بنجمع دلتات، فجمع الدلتات كلها طبعا هيبقى كل ده ايه؟ ايكوال 0.04، ده الدلتا اكس. طيب هو اصلا عايز ايه؟ عايز البرسنتج اوف ايرور. طب انا عندي هنا البريمتر النود بتاعه، يعني ايه النود؟ يعني الريل فاليو، لو انا هجيب بريمتر الريل فاليو هتبقى ايه؟ 2 ال بلس 2 دبليو، ال ال عندك الريل بكام؟ ب 6 والدبليو ب 4، يبقى 2 باي 6 بلس 2 باي 4، 2 باي 6 ب 12 و 2 باي 4 ب 8، يعني ايكوال كام؟ 20، يبقى كده عندي البريمتر هيبقى 20. اوكي طيب مش احنا قلنا ان الريلاتيف ايرور ايكوال الدلتا اوفر النود، طب احنا عندنا الدلتا بكام؟ 0.04 بتاعه الايه بتاعه البريمتر كله، والنود بتاع اللي هو الريل فاليو بتاع البريمتر كله كام؟ 20، يبقى اجيب الار ازاي؟ 0.04 اوفر 20، يبقى كده عندي 0.04 اوفر 20، هو عايزها ريشيو فعاملها ايه؟ باي 100، عايزها بيرسنتج هتطلع لي 0.2، يبقى كده عندي بيرسنتج اوف ايرور 0.2. يبقى انت لازم تشوف البروسيس اللي قدامك بلس ولا ماينس، او باي قلنا بلس وماينس نجمع دلتات، باي وديفايد بنجمع اراد، واحنا في الايرور دايما بنجمع الايرور، الايرور ولا بعمل له ماينس ولا بعمل له باي ولا بعمل له ديفايد. اوكي طب هنا بقى عندي فيرنير كاليبر، طبعا احنا عندنا الايه؟ عندنا الفيرنير كاليبر الميجرنج بتاعه، احنا بنبص على مين الاول؟ على الزيرو. هنا مديني الديامتر الاكتوال فاليو اوف ديامتر، مديها لي كام؟ دي اكس نود، دي الريل مديها لي بالسنتيمتر، يبقى انا لازم احسب الميجرد هنا برضو بالسنتيمتر. طيب يبقى انا كده هاخد السكيل همشي على 3 4، لكن قلنا لو ماشيين بالملي بنمشي 10 20 30، كده الزيرو قبل ال 3 على طول، يعني في الايه جاي بعد الشرطه اللي قبل ال 3، يعني كده هيبقى ايه 2.9، يبقى قبل ال 3 كده على طول بقى ايه 2.9. طيب وهنا الريدنج عندي هنا كام؟ عندي دي 6 ولا 4؟ دي 6، يبقى 2.96. فانت عندك هنا دي الريل ودي الميجر، يبقى الدلتا اكس بتاعتهم كام؟ هتبقى اكس نود ماينس اكس، يبقى 2.98 ماينس 2.96، يعني هتطلع لي 0. هيبقى كام كده؟ هيبقى 9.98 ماينس سوري 2.96، هتبقى ايه 0.02. ده مين؟ ده الدلتا اكس. طيب هو عايز الريلاتيف ايرور، طب احنا الريلاتيف ايكوال ايه؟ الدلتا اوفر النود. طيب انا عندي الدلتا كام؟ 0.02، والنود مديها لي كام؟ 2.98. كده هجيب ايه البرسنتج عندي؟ يبقى 0.02 اوفر 2.98 هيطلع لي ايه 1 اوفر 149. نمبر 5، if the dimensional formula of both quantities x and y is lt negative 1، معناه ايه؟ معناه ان الx بلس ايكوال lt negative 1 والy ايكوال lt negative 1، وبيقول لي ان z ايكوال كام؟ lt negative 2. then the dimensional formula of quantity k that verifies the equation x equal y plus zk. طيب كده عايز الk، يعني انت معناه ان الx اللي هي lt negative 1 equal الy اللي هي lt negative 1 plus zk، يبقى انت المفروض zk على بعض تكون equal ايه؟ lt negative 1. اوكي فانت عندك الزد بكام؟ الزد عندي ال t نيجاتيف 2 ايكوال طبعا باي k، بقى هنا عندك باي ايه؟ يبقى كده k باي الزد اللي ال t نيجاتيف ايكوال ال t نيجاتيف 1، طاير ال وطاير ال ونيجاتيف 1 طايرها مع نيجاتيف 1 من هنا، يبقى انت كده هيبقى لك k t نيجاتيف 1 ايكوال 1.
طبعا هي خلاص كله طار يبقى 1. طب تي نيجاتيف 1 تروح الناحيه الثانيه يبقى ايه؟ يبقى تي. يبقى انت كده عندك الكي ايكوال ايه؟ ايكوال تي. نمبر 6. A solid cylinder that has a base of radius r of 5 cm and a height h of 20 cm is made of iron. معموله من الايه؟ من الايرون. That has a density of 7800 كيلوغرام بير كيوبيك متر. So the mass of cylinder equal. طب تعالوا بقى نطلع الجيفنز اللي عندك هنا. انت عندك الراديوس 5 سنتيمتر والهايت 20 سنتيمتر والدنستي ب 7800 كيلوغرام بير كيوبيك متر. طب انا كل التشويس عندي بالجرام. طب بس انت عندك الدنستي الكيلوغرام على الكيوبيك متر عشان تحولها تبقى فيها حوار، لكن ممكن احول الايه؟ الراديوس والهايت للمتر، يعني من سنتيمتر لمتر اعمل 10 باور نيجاتيف 2 10 باور نيجاتيف 2. طيب كده انت عشان تجيب، هو محتاج بيقول لك ايه؟ سو ذا ماس، عايز الماس. يبقى انا كده عندي الدنستي ايكوال ماس اوفر فوليوم. دنستي عندك ماس اوفر فوليوم، يبقى الماس ايكوال ايه؟ دنستي باي فوليوم. دي اللي انا هشتغل عليه. اوكي؟ طيب الدنستي عندي كده انا محتاج اجيب مين؟ اجيب فوليوم. طب الفوليوم هو قايل لك ان الفوليوم بتاع السلندر ايه؟ الفوليوم ايكوال باي ار باور 2 اتش. اوكي؟ فانت عندك الباي اللي هي 22 اوفر 7 باي الار باور 2 يبقى ايه؟ 5 باي 10 باور نيجاتيف 2 عشان احولها لمتر باور 2 باي الهايت مين؟ الهايت اللي هو قلنا 20 باي 10 باور نيجاتيف 2 عشان احوله لمتر. دخل كل ده على الكالكليتر. هدخل جوه البراكت الاول 5 باي 10 باور نيجاتيف 2 نعملها اول باور 2 باي 22 اوفر 7 باي 20 باي 10 باور نيجاتيف 2. طلعت لي الريزلت عندي كام؟ خليها زي ما هي كده، ما ايه ما تعملش فيها اي ابروكسيميشن. 1011 اوفر 7000 خليها كده زي ما هي كده. انت عندك الفوليوم ايكوال كام؟ 11 اوفر 7 ايه 7000. ده مين؟ ده الفوليوم. طب وانا عندي اصلا الدنستي بكام؟ 7800 كيلوغرام بير كيوبيك متر. طب اجيب الماس ازاي؟ دنستي باي فوليوم، اعمل 11 اوفر 1000 باي الدنستي 7800. اعمل بقى ده كده باي 7800. طلعت لي كام؟ طلعت لك الماس 12.257. ناخد اول ثلاث ارقام كيلو جرام، واصلا عندك كل التشويسز عندك ايه؟ بالجرام. طيب بس ما طلعلكش الرقم ده بالظبط، ده طلع لك فيه باور. طب بص بقى انت كده، هو محرك انا عامل لك 1.2 كيلو جرام. طب انا عشان احولها لجرام اعمل ايه؟ باي 10 باور 3. اعمل ده كده باي 10 باور 3. طلعت لي كام؟ طلعت لي 1.2257.1. مش لازم ناخد ايه يعني، خليها مثلا الانتجر ده 12257. طب بص بقى، طبعا كده احنا هنستبعد البي. اوكي هنستبعد بي عشان بيقول لي 2 بوينت كذا، يبقى انا الاحتمال ده مش معايا، اعمل له اكسكلود. طيب عشان احول كده، لو انا قلت 1.23 باي 10 باور 2، يعني لو انا حركت العلامه هنا جبتها هنا العلامه كده، بص في كام اربع ارقام بعد العلامه؟ 1 2 3 4. طبعا احنا اللي بعد هنا ما خدناش. لو انت حطيت هنا علامه هنا يبقى انت عندك كام رقم؟ 4. يبقى ده 1.2257 باي 10 باور 4، لان انا عندي هنا حطيت علامه هنا، يبقى اربع ارقام بعد العلامه كرقم صحيح عندي انتجر نمبر، يبقى الاربع ارقام دول انا كده ايه ارفعهم لاربع زيرو فوق، يبقى 10 باور ايه 10 باور 4 اللي هي مين؟ اللي هي هتبقى سي، لان هو عامل ابروكسيميشن 1.2 وال5 بعد ال2 فعمل ابروكسيميشن بقت 1.23 باي 10 باور 4 جرام. طبعا دي بروبلم تعويض مباشر، بس هي كل الحكايه عندك ايه؟ الحكايه عندك كلها في تحريك العلامات وان انت هتعمل الباور. الاسي بقى، طبعا انت كل الكلام اللي فات ده انت بتعمل الستبس علشان ايه؟ علشان انت توصل للنتيجه، لان انت في الفيزيكس مفيش حاجه هتيجي كده ايه بمجرد النظر يعني. Assume that the displacement d of body is related with time t as in the given relation d equals ct power 2. مديك displacement، displacement دي لينس equal ct power 2. عايز السي، طب ده لينس يعني ال equal ct power 2. طيب التي باور 2 ده الناحية التانية، يبقى التي بقى ايه باور نيجاتيف 2، يبقى سي ايكوال ال تي نيجاتيف 2. بس كده. نو اخر واحدة، اخر حاجة معانا، when speed and the time of motion of car are measured they are found to be ايه؟ دي speed وده time.
ال distance، مش احنا عندنا اصلا speed equal distance over time، يبقى distance equal speed by time. طب انت هتعمل ايه؟ هات ال distance الاول. طبعا هو عايز ال distance تعملها في bracket النوت بلس اور ماينس الايه؟ الدلتا. يبقى انا كده محتاجه اجيب الريل ديستانس ومحتاجه اجيب الدلتا. طب الريل ديستانس هجيبها من الريل فاليو بتاعت السبيد والتايم، يبقى الديستانس ايكوال سبيد اللي هي 25 باي تايم اللي هو 1، يعني ب 25. طيب انت عندك هنا الديستانس سبيد باي تايم، يعني انت هنا عندك باي ولا ديفايد ولا بلس ولا ماينس؟ ده باي. يبقى في الباي بجمع اراد، في الباي بنجمع ايه؟ اراد. هاخد الار بتاعت السبيد واخد الار بتاعت الايه؟ بتاعت الديستانس. يبقى الار بتاعت الديستانس هتبقى الار بتاعت السبيد اللي هي 0.5 اوفر 25 بلس الار بتاعت التايم اللي هي 0.1 اوفر 1. دي الار بتاعت الايه؟ بتاعت الديستانس، عشان الديستانس سبيد باي تايم فهجمع اراد. يبقى 0.5 ديفايد 25، لان احنا الار بنعمل الايه؟ الدلتا اوفر نود 1 اوفر 50 بلس 0.01 divided 1، يعني هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 3 over 100. دي الريلاتيف ايرور بتاع مين؟ بتاع الديستانس كلها. طيب هو عايزني اعمل الديستانس في براكت زي ما قلنا. طب انت كده عندك ايه؟ عندك الريل وعندك الريلاتيف، ناقص تجيب مين؟ الدلتا. احنا هنرجع بقى للايه؟ للدلتا، للريلاتيف ايكوال الدلتا اوفر النود. انت عندك النود اللي هي ريل فاليو اهي، وعندك الدلتا اللي هي الابسولوت ايرور بتاع سوري، عندنا الريلاتيف ايرور بتاع الديستانس ناقص لنا الابسولوت ايرور. يبقى الدلتا بتاعت الديستانس هتبقى كام؟ هتبقى الار اللي هي 3 اوفر 100 باي الريل فاليو اللي هي ايه؟ 25، يعني هتبقى 0.75. يبقى انت كده هتقول ان الديستانس ايكوال ايه؟ تحط الريل فاليو اللي جبتها 25 بلس اور ماينس الدلتا اللي هي 0.75. يبقى انت كده عندك، لان البروسيس اللي قدامك بالباي فانت بتجمع ايه؟ بتجمع اراد. اوكي، ده كان اول كويز معانا. انت بتحتاج تعمل ستيبس لكل حاجه علشان توصل للاجابه الصح، لكن انت كده بمجرد النظر مش هتعرف تحل حاجه فيزيكس. فعشان كده بقول لكم عودوا نفسكم وانت بتحل في الهوم ورك عندك تحل بالستيبس عشان تبقى عارف تشتغل ازاي، ما تجيش الامتحان وتتفاجئ. ثانك يو.